لحظات مؤثرة وبكاء بعد لقاء سوزان نجم الدين بأولادها بعد غياب لخمس سنوات. أهلا بكم. نشرت الممثلة السورية سوزان نجم الدين فيديو توثق فيه لحظة استقبالها لأولادها الأربعة سهير وسارة وحيان وحازم في المطار، وذلك بعد فراق دام خمس سنوات. وعلقت النجمة سوزان نجم الدين على الفيديو بالقول: خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين، خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر مع الألم. خمس سنوات صاروا الصغار كبار، خمس سنوات كنت أنت في الأيام والساعات والدقائق والثواني بانتظار هاي اللحظة، فراق قصر يمر. وتابعت سوزان: لكن تلك اللحظات بددت كل شيء، أعادت توازن الحياة إلى طبيعتها، فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة، لينقلب السحر على الساحر، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه. وظهرت الفنانة سوزان نجم الدين وهي تنتظر في المطار عند نقطة وصول المسافرين، تترقب لحظة قدوم أولادها الأربعة ليسمع صوتها وهي تناديهم بفرح وتأثر، وتركض لاحتضانهم وتقبيلهم. وقد لاقى هذا الفيديو الكثير من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا اعتبر عدد من المتابعين أن دموعهم انهمرت تأثرا بلحظة اللقاء، داعين من الله أن يبقوا مع بعضهم طيلة أيام حياتهم، معتبرين أنه ليس هناك أجمل من هذه اللحظات، مستطردين بالقول: والله بكتينا، إن شاء الله عقبال كل أم بعيدة عن أولادها، الله يديم هالجمعة الحلوة. وأضاف آخر: تستاهل كل الخير لأنك إنسان قلب طيب ونية صافية، ورب العالمين عوض صبرك بالخير، والله يديم هاللمة الحلوة ويحمي لك إياهن. الفيديو الذي يوثق لحظة لقاء الفنانة سوزان نجم الدين بأولادها. تجدر الإشارة إلى أن الممثلة السورية سوزان نجم الدين كانت قد فجعت بوفاة زوجها سراج الدين الأتاسي. سوزان نجم الدين وزوجها.
زوجها الذي وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية إثر سكتة قلبية. وكانت الفنانة سوزان نجم الدين قد عانت من الفراق والبعد قصرا عن زوجها وأولادها على مدار عدة سنوات نتيجة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص بوقف منح تأشيرة الدخول للسوريين، وهو ما تسبب في عدم رؤيتها لأولادها، لكنها كانت على تواصل دائم بزوجها وأولادها. وبعد فشل كل محاولاتها في الحصول على تأشيرة ودخول أمريكا لتجتمع بعائلتها، سوزان نجم الدين فنانة سورية شهيرة شكلت مع الفنان القدير أيمن زيدان ثنائي فني ناجح جدا في التسعينيات وبداية الألفية الثالثة، حيث شاركته بطولة مسلسلات نهاية رجل شجاع والمهر الدامي وحنين وطيور الشوك وزوج الست. سوزان نجم الدين عمرها 54 عام، ولدت في يوم 24 من نوفمبر عام 66 في بلدة الدريكيش التابعة لمحافظة طرطوس السورية. والدها نجم الدين الصالح شاعر ومحامي وعضو في مجلس الشعب، ووالدتها الشاعرة دولة عباس وهي محامية وعضو في اتحاد الكتاب العرب. انتقلت سوزان إلى العاصمة السورية دمشق للالتحاق بجامعتها، حيث درست الهندسة المعمارية وتخرجت بتقدير امتياز لتعمل بعد ذلك كمهندسة في التلفزيون السوري. إضافة إلى عملها مدرسة في الجامعة ومحاضرة في قسم التصميم. البداية الفنية لها كانت كراقصة باليه وراقصة فلكلور في فرقة زنوبيا، وجابت فيها خلال عام ونصف معظم الدول العربية وبعض الدول الأجنبية. وبعد أن لمع نجمها في مسلسل نهاية رجل شجاع أمام الفنان أيمن زيدان توالت عليها المسلسلات الهامة، فشاركت في مسلسلات خان الحرير وإخوة التراب. وللفنانة سوزان نجم الدين عدد من التجارب الناجحة في الدراما المصرية، حيث شاركت في مسلسلات مذكرات سيئة السمعة وباب الخلق وشتاني وكلبش وابن أصول. وللفنانة سوزان نجم الدين شقيقة بعيدة عن الوسط الفني تدعى ميساء، كما أن لها أربعة أشقاء، بينما تدعي فتاة شابة تدعى مريانا نجم الدين أنها شقيقة سوزان التي ترفض الاعتراف بها. والفنانة سوزان نجم الدين لديها أربعة أبناء من زوجها رجل الأعمال سراج الدين الأتاسي الذي تزوجته في عام 95 وانفصلت عنه في عام 2014. ولم تتمكن سوزان من لقاء أبنائها منذ 5 سنوات. وتعتبر سوزان نجم الدين من الفنانين الموالين لنظام الأسد، بينما زوجها معارض، لذلك حدث الانفصال بينهما، وتعتبر أن السياسة تسببت في هذه الفرقة. كما وتعتبر المطربة السورية أصالة عدوة لها، وتصفها بالخائنة للوطن لمعارضتها لنظام الأسد. وكانت قد صرحت الفنانة سوزان نجم الدين أن الطلاق بينها وبين زوجها لم يقع، وأنها تزوجت منه في عمر 16. كما وكشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن سبب وفاة زوجها سراج الدين الأتاسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إصابته بسكتة قلبية أودت بحياته. وقالت سوزان نجم الدين إنه كان يعاني من التهابات في القدم، ودخل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، ولكن لسوء الحظ خلال العملية الجراحية في قدمه تعرض لسكتة قلبية، إلا أن الأطباء تمكنوا من إعادته للحياة، وتعرض لسكتة قلبية مرة أخرى لمدة 26 دقيقة، وتمكن الأطباء من إعادته للحياة للمرة الثانية، إلا أنه تعرض لسكتة ثالثة ومات في الحال في تمام الساعة 2 فجراً.